اتفضل يا استاذ ميسم. السلام عليكم استاذ وليد. السلام وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. استاذ وليد ازيك؟ والله بخير حال، الحمد لله. بالنسبة للسؤال حلقة اليوم، ارتد المسلمين لله ثلاث، اللي هو ارتد عن البيعة وليس عن الإسلام. مين اللي قال الكلام ده؟ قول المسلمين. مين اللي قال الكلام ده؟ نعم، هي الرواية، هي الرواية. حبيبي حبيبي، ما في حاجة اسمها نعم. ما في حاجة اسمها رد عن البيعة حبيبي. نعم. الكلام يا أستاذ لو سمحت، الرواية الرواية أطلقت، وطالما أطلقت وليس هناك مقيد، يبقى يتكلم فيه عن إيه؟ نعم، يتكلم فيه عن الإسلام ولا لا يتكلم فيه عن الإسلام؟ هو يتكلم بيه عن الإسلام لأنه جزء من البيعة هو الإسلام. يا باشا يبقى بيتكلم فيه عن الإسلام، ما تقوليش بقى هو بيتكلم عن البيعة. ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، يبقى بيتكلم عن الإسلام مش البيعة. لا، هو عن البيعة مو عن الإسلام، لأنه هو اللي ارتد عن الإسلام كان ما نقوا الشهادتين وتركوا الإسلام. يا باشا أنت اللي بتقول ارتد الناس، ارتد الناس، يعني انت دلوقتي حاولت، انت دلوقتي لما غيرت من الاسلام عن إيه؟ للبيعة. عن شنو؟ عن شنو؟ ايه دليلك؟ عن ايه؟ ايه دليلك؟ ما هو بيحسبوه ايه؟ الذي يرتد عن البيعة يرتد عن الاسلام. اسمح لي، ما هو يرتد الاسلام قبل هو غير كلمة. حبيبي كلمة. حبيبي حبيبي اسألك سؤال عشان نبينها للناس. البيعة كلمة. نعم. اسألك سؤال عشان نبين الموضوع للناس سيادة المعمم. تفضل. هنا انت تقول أنها ردة عن الإسلام ولا ليست ردة عن الإسلام؟ يعني الذي يرتد عن البيعة ردة عن الإسلام ولا ليست ردة عن الإسلام؟ لا، ليس ردة عن الإسلام، وإنما ردة عن البيعة. ردة عن البيعة وليست ردة عن الإسلام. نعم. طيب جميل أوي. نعم. حلو، أخذنا من سيادة المعمم أنها ردة عن البيعة. أنا أكاديمي يا أستاذ وليد، أنا مو معمم مثلك، أكاديمي. أنت راجل أكاديمي، درست في الحوزة؟ لا لا، انت ديسي ما فيش مشكلة. طيب ما فيش مشكلة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انقلبتم على أعقابكم هنا بتفسروها بإيه أنتوا كشيعة؟ أنا بالنسبة للتفسير أنا مو اختصاص تفسير، لا لا أنت ماليش دعوة باختصار، أنا ماليش دعوة أنت مختصر مش مختصر. أنتوا بتقولوا للناس إيه في الآية دي؟ بتقولوا للناس إيه؟ الارتداد هو هذا، شنو يجي الارتداد؟ على سبيل المثال من انقتل الرسول. انا ما كلمت عن الارتداد دلوقتي، انا بتكلم عن الايه. انتوا بتقولوا للناس ايه؟ انتوا كمحاورين بتقولوا للناس ايه؟ نعم. في هذه الايه بتفسروا الايه بايه؟ اتفضل. تفسر الايه بان اذا مات او قتل ارتدت عن الاسلام. الله اكبر. طب وانتوا بترتدوا، انتوا بتستدلوا بالايه دي ليه على رده الاسلام وليس رده البيعه؟ انا للعده ضعيف الايمان راح يصير عده ارتداد لضعيف الايمان. يا سياده المعمم، يا سياده الاكاديمي، يا سياده الاكاديمي، ركز شويه في الكلام اللي انا بقوله عشان الكلام ده يعني جاي من السي اي اي. الان انتم تستدلون على رده الصحابه بهذه الايه، فهل الآية تتكلم عن الردة في الإسلام؟ ردة الإسلام لا حول ولا قوة. اسأل سؤال، اسأل سؤال، اسأل سؤال الآخر لو سمحت. انت قلت على الرواية، اسأل سؤال لو سمحت، اسأل سؤال لو سمحت. تفضل. الآن هذه الآية انتم تقولون للناس انها ردة عن الإسلام، أفإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، فقلتم انها ردة عن الإسلام، صح؟ رد لضعيفي الايمان. لا انا ما سالتك ضعيفي الايمان ولا مش ضعيفي الايمان، يعني الذي يقول انها رد عن الاسلام ضعيف الايمان؟ وطبعا هواكم من المنافقين، مسلمين ومنافقين. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني معنى كده يا سياده الاكاديمي ان انتوا ضحكتوا على الناس. لا ليش هيك تحكي؟ هو بتضحك على الناس، ليش هيك تضحك؟ اقول لك ضحكتوا على الناس ازاي؟ انتوا مش كل ما تيجوا تتكلموا عن الصحابه تذكروا هذه الايه وتقول ان هذه الايه تدل على رده الصحابه، يعني معناها رد عن الاسلام؟ فاللي انا عايز اعرفه، لو سمحت اكمل كلامي، والله هديك وقتك تتكلم فيه زي ما انت عايز. اتفضل. عشان ما نقعدش نعيد الكلام تاني.
الآن أنتم تحدثون الناس أن هذه الآية تدل على ردة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فاللي أنا عايز أعرفه، هل الصحابة بنص هذه الآية ارتدوا عن الإسلام أم لا؟ نص هاي الآية يا أستاذ يريد اسمع من عندي. أستاذ جاي تسألتنا عن الرواية وبعدين حولتنا على الآية. أنا قلت لك عن الرواية بأن هي البيعة ارتدوا عن البيعة. جئتنا على الرواية هنا على الآية القرآنية. الآية القرآنية لضعيفي الإيمان إذا قتل الرسول أو مات يرتد عن الإسلام. أنتم ماذا يا أستاذ؟ أنتم لا تقولون هكذا للإسلام للناس، أنتم تقولون الدليل على يا أستاذ الله يبارك في عمرك ويهديك يا رب. يا أستاذ ده أنتم كمحاورين وكمعممين تقولون أنه دليل على رد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، تقولون هكذا. الآن أنت بتغير كلامك. لا لا ما غير، أنا جاء هذا الكلام أقوله قدامك وقدام مجتمعي. يعني هل هذه الآية تدل على ردة الصحابة أم لا؟ لا، هذه الآية تدل على بعض المسلمين اللي إذا أنا ما بكلمك عن البعض، أنا ما بكلمك عن البعض، أنا بتكلم عن الكل. هل هذه الآية تدل على ردة الصحابة أم لا؟ هو إحنا نقول كل، إحنا نقول بعض، ما قلنا كل. حبيبي منافق حبيبي، طب ماشي، انت بتقول البعض، خلينا ماشيين معاك. انت تقول البعض، هل ابو بكر وعمر وعثمان من البعض؟ بالنسبة تفسير الآية ما جاي اقول لك انا بنا ولا مفسر قرآن، حكيت عن الرواية. طيب ماشي ماشي، انا 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 تخصصي انا تخصصي سيادة الاكاديمي، انا تخصصي افراغ بنزين التقية. نسأل سؤال نسأل سؤال ماشي. نعم. عندكم بني الاسلام على كام؟ بني الاسلام على على الرسول، على قيام الرسول النبوة ومال خديجة وسيف علي بن ابي طالب. بني الاسلام على كام؟ على خمس، شهادة ان لا اله الا الله دي مش موجودة. لا الخمسة عندكم وهم قصدك الاصول، اصول الدين مو فروع الدين، هيك انت تتكلم. اتفضل، بني الاسلام على خمسة عندكم، يلا على ايه وايه وايه؟ اصول الدين، تقصد اصول الدين التوحيد والعدالة والنبوة والامامة والمئات. حلو، الذي ينكر الامامة، الذي ينكر التوحيد كافر ولا مسلم؟ كافر ينكر التوحيد. طب والذي ينكر الامامة؟ اكيد، لان اكو حديث للرسول يقول صلى الله عليه وسلم. يعني لا ما تقوليش اكو حديث، انا بسالك دلوقتي، انا ما دخلتلكش في الحديث. الذي ينكر لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. امام زمانه ما تاميت جاهل. يا استاذ انا ما سالتك عن امام الزمان دلوقتي، خد مني الان. المنكر للتوحيد كافر صح؟ تمام. ومنكر الامامه اكيد هو يخرج عن الاصول هاي، يخرج عن الاسلام برضه، ما دي اصول، يعني معناها خرج عن الاسلام صح؟ اكيد. طيب أكيد أكيد. الان نرجع للحديث الثاني. ارتد لا. الناس بعد رسول الله، يعني معناهم انكروا الامامه ولا ما انكروا الامامه؟ هذا الانسان بعد يظل عمله وميته، انا ما داخل بنياتهم يا باشا. ده هو اللي بيقول لك انكروا الامامه، ده المعصوم بتاعك بيقول لك ارتد الناس بعد رسول الله. طب هم ارتدوا ليه اللي بعد رسول الله اللي هو بيتكلم عليهم، ارتدوا ليه؟ ارتد هسه احنا رجعنا ربطت الجيدة، احسنت ربطت المحاور هاي بالامامة، احسنت هذا منتهى. هم ارتدوا ليه؟ لانهم انكروا الامامة صح؟ انت هذا يثبت لك دليل بين هو اللي يرتد عن يا الإمامة. عم والله بيزوغ الامام، بيزوغ الاكاديمي بيهرب. الان احنا وصلنا النقطة المفصلية، ان منكر الامامة كافر كمنكر التوحيد صح؟ أكيد كافر. طيب الإمام عندك لما قال ارتد الناس ارتدوا عن إيه؟ التوحيد ولا الإمامة؟ عن الإمامة. حلو، الذي يرتد عن الإمامة مسلم ولا كافر؟ يعتبر هو ناكل مرتد بعد. مسلم؟ مسلم مرتد عن فرع من فروعها، يعني مرتد.